رئيسه نمشيو نشوفوا عبد المجيد تبون. بالله عليك واش نديروا واحد يحكم امبراطوريه مازال كيقول الدوله دهوك، مازال كيهدد الشعب ديالو كيقول له والله يا اللي نحكمه هماني طالقه، مازال يقول للشعب ديالو الناس اللي كلاو العصا في اكثر من خمسه اللغات، يهضر اكثر من خمسه اللغات، ماشي واحد هوك وفيه التبوريجه غدا يموت يخلينا عاد يطلعنا واحد اخر. السلام عليكم خوتي العزاز، مرحبا بكم في حلقه جديده وفيديو جديد، كنتمنى باش تكونوا بخير. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا واحد اللايف مغربي صراحه اللي مغاربه بهدلوا ليا، واحد الجزائري اللي طلع دار واحد المداخله ديالو. المهم خوتي العزاز ما غاديش ندخل معكم في التفاصيل، غادي نخليكم نتوما اللي غادي تفرجوا تعطيوا الاراء ديالكم في خانه التعليقات. ما تبخلوش علينا خوتي العزاز بلايك وبارطاج لهذا الفيديو هذا باش يوصل لجميع المغاربه في جميع انحاء العالم. يلا نشوفوا الحلقه ونتلاقاو في النهايه. خاص يبقى القوي والكبير والعظيم في المنطقه وحاسب علينا ديك المساحه ديالو بان هذيك هي القوه ديالو والعظمه ديالو، وهرس داك الحلم اللي كانوا كيمشيو فيه ديك الدول. وانا كنعقل الحسن الثاني الله يرحمه كان كيندد وكان باغي يمشي في هذا الطرح. انا عندي لك سؤال، الا كان هذا الحلم اللي بغيتي انت يكون في شمال بلاتي، انا جايك الا جاوبتيني غنجاوبك. هذا الحلم اللي بغيتي انت يكون في شمال افريقيا، ووحد ما بين هاد الشعوب بدون حدود، تكون عمله واحده، يكون اقتصاد واحد، فين بغيتي؟ اين ستكون العاصمه في هذه بين هذه الدول؟ شكون الدوله اللي غتختارها تكون هي العاصمه ديال هذا الحلف؟ صح، نديروها في تندوف. هاي ديروا تندوف هي العاصمه، تفضلي. ملي قلتي تندوف لا يوجد جواب على سؤالك. سالينا هنا سؤالك ما فيه حتى شي مصداقيه وما فيه ما فيه ما فيه حتى شي حاجه، لان هذا حلم. شوف انا غنقول لك، انا نجاوبك، هذا حلم لن يتحقق رغم انك انت راه وانا بلاتي. حنا بلاتي وبلاتي نكونوا منطقيين. بلاتي سليمان خليك منطقي، حنا ما كنعيشوش في الاحلام يا اخي. حنا حاليا العالم، الكره الارضيه تعيش فوق بركان من الصراعات يا اخي. موازين القوه تتغير في العالم. اجي تقول لي لا اجي شنو غنفكر فيك احنا الشعوب؟ انا نشوف الحقيقه، انا كنشوف الواقع بعيني بالعين المجرده ماذا يقع. لا يمكن ان يتحقق هذا الحلم ما دامت الدول ديال شمال افريقيا فيها صراعات من المستحيل المستحيلات، ومن اكبر من يخلق هذه الصراعات كتجر بعض الدول المجاوره بانها تعادي المغرب داك البطوش ديالها اللي دايره به بحال شي سميتو. لا والله ما عرفت، والله ما عرفت، هذه حقيقه يا اخي. المغرب كيدير المستحيل. انا نجاوبو غير واحد الحاجه على العاصمه. اسمع، الا توحدوا هاد الدول كلهم غادي يجيو يديروا العاصمه عندها، اما في الرباط ولا غيديروها في مدينه فاس ولا غيديروها في مراكش. انا نقول لك علاش، مازال يومنا. لا ماشي انت اللي غدير، انت اصلا ما غيبقاش عندك قرار كجزائر امام اربعه ديال الدول. خلينا من الانظمه، هضرني شعبي ما غيبقاش عندك قرار. عرفتي علاش؟ وعرفتي علاش يتحدى؟ وخليني نقول لك علاش. محيط اليومين هذا مازال كيجيو ناس من السنغال كيأديو البيعه للملك محمد السادس، كيجيو ناس من موريتانيا لحد الساعه ما كتشوفش، كيجيو من موريتانيا، كيجيو من الجزائر، كيجيو من تونس، كيجيو من ليبيا، كيأديو البيعه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس، كيبايعوه. عندهم رؤساء وكيجيو يبيعوا الملك في بلادنا حنا هنا المغرب، وكيستقبلهم احسن استقبال سواء الجزائريين سواء. البيعه اصلا هذه الدوله الامبراطوريه المغربيه كانت على مر التاريخ امبراطوريه، وكانت العاصمه ديالها فاس في واحد الفتره، وكانت عاصمتها مراكش، وكانت عاصمتها الرباط في يومنا هذا. امبراطوريه منين غنتوحدوا راه ما بقالكش انت حكم. خي كمال، انا غنقول سليمان، انا اوافق كمواطنه مغربيه يكون هذا الحلم، هذا التحالف اللي بغيتي في شمال افريقيا بشرط تحكم الملك المغرب. سلك طراز. لا دي صحيح. الى حكم الملك ديالنا، الى حكم صاحب الجلاله، انا ابايع صاحب الجلاله وغنقول الله يبارك في عمر سيدي. إيوة. وانا متفقه مع تحيد الحدود. انا غنقارنوا، اجي دابا حنا نقارنوا، حنا غنقارنوا، نديروا مقارنه لهذا الحاكم اللي غيحكمها، نديروا مقارنه للحاكم اللي غيحكمها. الملك محمد السادس كيبعد السلم. خليني لا غير خلي لا ما غير لا حنا غنهضروا نشوفوا التسيير غير. الملك واسمع ما تقاطعش، الملك محمد السادس شريف عفيف يدعو للسلم والسلام والوحدة والوقار والتلاحم والتعاطف.
رئيس نمشيو نشوفو عبد المجيد تبون. بالله عليك واش نديرو واحد يحكم امبراطوريه مازال كيقول الدوله دهوك، مازال كيهدد الشعب ديالو كيقول له والله يا اللي نحكمه ماني طالقه، مازال يقول الشعب ديالو الناس اللي كلاو العصاف في التسعينات هما اللي كلاوها دابا. اذا هذا زولو حيدو من المحور، ما بقى الصالح. واخا ندوزو لقيس سعيد، ندوزو لتونس. ايوا خليني ندوزو لتونس، حنا نمشيو بالمنطق، وغير صبر ونمشيو غير بالمنطق. هادشي راه واش نطلق لك التسجيله سا سليمان؟ الله يهديك اصاحبي بالعقل، نمشيو بالمنطق. قيس سعيد استاذ جامعي ما شاء الله، انسان مثقف، لكن بقى بينو وبين الحقيقه قشبر، جلس اخرى في الجلس كي كنقولوا مثلا مغربي، مشى كيبيع راسو ب 300 مليون دولار. هذا الامبراطور اللي يحكم يحكم امبراطوريه كيبيع راسو ب 300 مليون دولار؟ واش امبراطور كيبيع راسو ب 300 مليون دولار غدا ما يبيعش هاد الامبراطوريه ب 3 المليار دولار؟ اذا هذا حيدو حتى هو. غير صبر، انا جاي لك، يا اسال هذا لعب خفيف. لا هو اسمعني، دابا انا وياك غنديروا انتخابات سليمان، غنديروا انتخابات انا وياك بالنسبه للشعب. غادي نبقاو دابا انا وياك جالسين في قهوه كنقولوا هذه امبراطوريه توحدت وغنوليو اقوى دوله في العالم، لا من الناحيه العسكريه، لا من الناحيه الاقتصاديه، لا من جميع النواحي. الموقع الاستراتيجي ديالنا مخير، بامكاننا نشنوا حرب على اوروبا اقتصاديه ونقطعوا عليها المعابر وكذا الى اخره. اجي سليمان غنجلس انا وياك فوق الطبله وغنشوفوا شكون اللي يحكم هذه الدوله. واخا دابا عندنا محمد السادس، عندنا تبون، عندنا قيس سعيد، عندنا ولد الغزواني. خليني نكمل لك، دابا حنا عاد حطينا، سليمان غنقول لك هاد تبون هذا غنجبدوا الخطاب غنلقاوه كيقول لان حكمه ماني طالقه لما كيقول هذا الشعب. اوه الا خليني دابا طيق، انا كنضرب المنطق. وعلاش كتقلق؟ قول لنا مالك شنو قال. يلا حتى انت قول لي لا مالك شنو قال. درتي مسيحه وصافي، درتي مسيحه. لا لا، وعلاش ما نفضحوهمش؟ درتي مسيحه وصافي. رئيس عندك اللي غيجي يحكمني انا كيقول لك والله اللي نحكمه ماني طالقه. الدوله دهوك واش عاد بالو راه غادي يحكم واحد الفيلا غيدير فيها الخدامه؟ هذه راه امبراطوريه الشريف غتنافس اوروبا وغتنافس العالم. واش نجيب انا واحد مسكين ما عندوش حتى 3 سنين في المجال السياسي؟ يلا 3 سنين كملها بصفته رئيس، اول مره 3 سنين في حياته في المجال ديال حكم الرئاسه، 3 سنين في حياته. الملك محمد السادس راه من 99 وهو خدام يحكم الشريف، شو شحال من مده هذه؟ وديك وجد جدو كان سلطان. كيما دارت سيهام، دير كيما دارت سيهام. ايوا دابا حنا كنديروا الاستفتاء، كنشوفوا شكون اللي يحكم الامبراطوريه. انا وكمال بحال الفكره كنكملوها لبعضنا. انا كنقول فكره هو كيكملها، هو كيقولها وانا كنكملها. دوز هادشي كامل انا كنفهم. خليونا نديروا استفتاء. الله يرحمكم الوالدين. سمعوا دانا، تفضلوا اخت دانا. السلام عليكم. السلام اخيتي، مرحبا. انا غندير معكم استفتاء بحكم انني بنت المنطقه الشرقيه، ابا عن جد 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 جدي كاين في بني دراع. غنقول لك السي سليمان، فاش غيجي واحد يدير واحد المدينه غتولي عاصمه، خصها تكون عندها واحد البنيه تحتيه ويكونوا الناس مثقفه. دابا انا كنلاحظ غير منين بدات هاد التيك توك وهاد الحرب، زعما الصراحه راه فيكم خير، راكم وليتوا تبارك الله تهضروا باللغه العربيه، درتوا جهود باش انكم تنافسوا. واحد المدينه قبيله كيضحكوا كيطلعوا كيقول لك الرباط فاس، حنا 14 القرن، باش منين يجي عندك شي دوله كما قالها كمال وتستقبلوه في واحد القصر تعرف شنو الزلي شحال فيه من عام، تعرف القفص ديالو فيه شحال من عام، تعرف بان الحرفيين كلهم كاينين غا تما، باش الا جا شي واحد وتشها شي قبيطا ولا تشها لي نعما سيدي شي اوكله كلشي كاين سيغ بلاص. واش حنا نديرو في الجزائر نديرو نقولو له دير النوبه على الحليب عاد نعطيوها له؟ ورا حشومه بقى يصير معايا غير بالمنطقه. انا غا حلقه يهضر اكثر من 5 اللغات، يهضر اكثر من 5 اللغات، ماشي واحد هوك وفيه التبوريشة غدا يموت يخلينا عاود يطلعنا واحد اخر، نديرو بلاد كل ساعه تصاحب معانا وحده كل 5 سنين نطلعو صاحب.
كيف ما شفتوا معنا اخوتي الاعزاء الفيديو ديال اليوم هذا، شكرا لكم بزاف. كنتمنى باش تعطوني الاراء ديالكم في قناه التعليقات، تقولوا لي كيفاش جاكم المغربي والمغربيه الحره اللي بهدلوا لي هذا الكرغولي. اللي صراحه دائما هاد الجزائريين كيطلعوا في اللايفات ديال المغاربه وكيحاولوا زعما باش يديروا مداخله ديالهم، ولكن ملي كيطيحوا مع المغاربه كيبهدلوهم على المباشر. خوتي الاعزاء، الناس اللي مازال ما اشتركوش معنا، مرحبا بكم خوتي، اشتركوا وفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد اللي كنحطوا دائما في هذه القناه المتواضعه. ما غاديش نطول عليكم، غادي نخليكم حتى الحلقه اخرى ان شاء الله. ديما مغرب والصحراء مغربية. السلام عليكم.